الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. سيدي يا رسول الله، يا أرشد داع إلى طريق فلاح، يا حامل ذكر يفوق ضوء صباح، يا أعبد من قام بين أهل صلاح، يا كوكب سعد على البرية لاح. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا ولا زلت سيدا. عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. أهلا وسهلا بحضراتكم، ويتجدد اللقاء في خواطرنا الإيمانية، وهي بنعيش النهاردة مع خاطرة عن الأشهر الحرم، الحكم والفضائل من هذه الأشهر الحرم، في مقالة نشرت لأستاذنا الدكتور نظير عياد رئيس تحرير مجلة الأزهر الشريف. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بعلمه، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناته، اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، اللهم آمين. طبعا الأشهر الحرم أيها الإخوة الأكارم لها منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لذلك اختصها الله عز وجل من بين شهور السنة بعظيم القدر وسعة الفضل، وأكد الله عز وجل على حرمة الذنب وعظم الذنب في هذه الأشهر. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وعندنا حديث أبي بكر رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. شوف يعني سبحان الله، حتى يعني قبل الإسلام كان العرب يعظمون هذه الأشهر الحرم، حتى أن بعض الشهور زي شهر رجب يطلق على اسم قبيلة كانت تعطيه حقه، فقال النبي: ورجب مضر. فكانوا يعظمون هذا الشهر الحرام أو هذه الأشهر الحرم اقتداء بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان من تعظيم هذه الأشهر أن بتتوقف فيها الحروب، وتمنع فيها القتال، وتسود فيها قيم المودة والألفة والرحمة، كما أن هذه الأشهر الحرم كانت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام. يبقى حتى المشركين في عصر الجاهلية كانوا يعظمون هذه الأشهر الحرم. الله عز وجل يقول: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قيل إن هذا الشهر هو شهر ذي القعدة. ليه؟ لأن في هذا الشهر يعني سبحان الله تم قضاء العمرة اللي كان الصحابة راحوا عشان يعملوها، ويعني تعنفت قريش في إدخالهم، فقضوها في شهر ذي القعدة في السنة التالية له، عشان كده نزلت هذه الآية. يبقى إذن الشاهد الأشهر الحرم الله عز وجل عظم قدرها، راعى حقوقها، وأمرنا أن نقف عند حدودها، فلا ظلم ولا بغي فيها ولا قتال ولا اقتتال، سبحان الله. فيعني من تعظيم هذه الأشهر وهذه الأيام أن يجتهد الإنسان في الظفر بصوابها، بكثرة الطاعات وكثرة القربات لله عز وجل، بتجنب الشهوات، بتجنب المعاصي، أن نستجيب لأمر الله عز وجل القائل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الإمام قتادة في تفسير الآية يقول: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة وأعظم وزرا من الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم على كل حال عظيم، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء، وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه،
فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره جل وعلا، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور شهر رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وعند أهل العقل. تمام. يبقى إذن ده على يعني قدر هذه الأشهر الإيه الحرم. والإمام القرطبي يعني يقول: خص الله عز وجل الأربعة أشهر الحرم بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، تشريفا لها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الايه في الحج، والحج يكون في هذه الايه الاشهر الحرم. والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فالمؤمن يسارع في الخيرات، يتسابق في الطاعات، يتنافس في الاعمال الصالحه، يبتعد عما حرمه الله عز وجل، يستشعر في قلبه خشية الله عز وجل وهيبة الله عز وجل، ويزعن لجلاله وكماله، وأن يكون غيورا على حرمات الله عز وجل. فالإنسان يعظم حرمات الله عز وجل فلا ينتهكها، وده علامة التقوى من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. وسميت الأشهر الحرم بهذا الاسم لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن تعظيم الحرمات بيتضاعف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة يقول: إن دماءكم وأموالكم، وقيل قال أعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه هذا أوعى ممن سمع، اللهم هل بلغت. هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر هذه الأشهر الحرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب. إذا عظم الله عز وجل شيئا من جهة صارت له حرمة، وإذا عظم الله عز وجل شيء من جهتين أو عدة جهات صارت حرمته إيه متعددة. عشان كده ما نقف مع قول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ليه يضاعف لها العذاب؟ ليه؟ لأنها من آل بيت النبوة. ليه؟ لأن مظنة العلم موجودة عندهم، لأنهم في بيت الطهر وفي بيت العلم، فمظنة العلم بحدود الله موجودة عندهم، مظنة الخشوع، مظنة الاحتراس، مظنة يعني سبحان الله الطهر والوفاء والإخلاص موجودة. ليه؟ لأنهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يضاعف لهم الأجر عند العمل، ويضاعف لهم العذاب إذا وقعوا في الذنوب. قال الله عز وجل: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم تجد أيضا كشاهد آخر حرمة المسجد الحرام، فإرادة الظلم فقط في البيت الحرام هذا فيه حرمة كبيرة وذنب عظيم. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. عشان كده المسلم إذا صادف اجتماع حرمة الزمان وحرمة المكان فعظم أجر طاعته، وإذا صادف حرمة الزمان والمكان ووقع في الإسم زادت أيضا مظلمته وزاد عليه الإسم الذي وقع فيه. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج وعشر ذي الحجة. يعني من بيان عظيم هذه الأيام العظيمة أن فيها أيام العشر. الله عز وجل يقول: والفجر وليال عشر، الفجر والفجر وليال عشر. وهذه العشر وقعت في الأشهر الحرم في عشر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام الإيه العشر. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. من عظم هذه الأيام أن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر،
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام شهر الله المحرم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. في هذه الأشهر الحرم يؤتينا يوم عاشوراء، ويعني سبحان الله صدف هذا التسجيل ان غدا ان شاء الله هو يوم عاشوراء. نسأل الله عز وجل ان يعيننا ويعينكم على صيامه، اللهم امين. بهذه وصية هذا الدرس، ان احنا نحاول يعني قدر استطاعتنا ان احنا نصوم يوم عاشوراء، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صيامه يكفر السنة الماضية، وكلنا مقصرون في جنب الله عز وجل، وكلنا مقصرون في جنب الله عز وجل. فيعني سبحان الله احنا كده يعني اتكلمنا عن فضائل الأشهر الحرم، وعذرا على الإطالة، نسأل الله عز وجل في هذه الأشهر الحرم أن ييسر لنا العبادات وأن ييسر لنا الطاعات. نسأل الله عز وجل أن نقف عند حدوده وأن ننتهي عما نهى الله عز وجل عن هذا، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وأعوذ بالله عز وجل أن أذكركم به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.